السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي جاي من فيديو على إنك تشتركوا في القناة أنا أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر عدد من اللايكات الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين زبون السلة في بنك واحد زبونات إيدهم بيزتكم كوباية كل بينزل إزاي كل كوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن واحدة بالليل راح كله ناس راح كله ناس مع بعض دي بيلف الصحون بيعمل عرض بص لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيجي عربية ونلفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش رجعت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده شايلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده حطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا أي حاجة لأ تجيب لزق وتلزق دي بيلون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه نعمل بيدي كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل ومدور التاني بيحطه تحت المصنع في الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت بص ولا كان في أي كسر دي تزحلق على الماء نفك معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيعة عشان بيفتحها بيفتح حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد دي برضه نوع من اللزق اللي بيلمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتدف خرسانة كمان وصلها وركب في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي ويلفه من حوالين دي بيقطع عامل زي السلايم سلايم بص عامل ازاي وواحد عايز الناس يلعب فيه دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تزيين العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لانهم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من اول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعمل دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بتنسفه بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ولا جابه من هو جاي دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب دي خشب دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه جلة يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكه حاجة حادة اللي هما جاي يرسموا عليها يجيب يمسكوا حاجة حادة موت جاب موسى عشان ينعمها بيديه هيبدأ بقى يعمل رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة هناك في أي حاجة بس دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اهو بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا مش عايز اتلون وكده
دي برضه بيرسون على خشب ديكور، بيرسون ديكور دي منها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي إيه يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاكل بالصفة ولا حاجة؟ اه هي دي بقى، دي شوفوها بيمشي على ايه؟ جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، كمان واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ دي برضه بتاعهم الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعها. دي برضه النحاس لون اللون دي بتاع البنات وكده، بتاع البنات شوفي بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في الآخر عامل الخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدمه في حاجة. الخيزران ده شوف السكينة حامية ازاي، دي النحاس بتستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بتستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع الطهي، الطهي ده بيصنع وقت وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنات الحمد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، تلاقي دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري هو حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه من انواع من التمارين، برضه من انواع من التمارين عشان يقدر انك تلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر، واو دي نوع برضه من الزيت بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي نوع برضه من الأكل، وعلى عايز واحدة زي دي يروح واكلها على طول وينسى اللي حصل.